هايبريد 3 من زايد من ثلاثة سنين. ان شاء الله النهارده هنكمل الشابتر بتاع اللي احنا بدأناه لاست كلاس. بس قبل ما اخش على الشابتر بتاعي النهارده، احب اقول لكم ان هي قناه على اليوتيوب قدمتم اهي، اتمنى ان انتم تخشوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وبعد كل شابتر او كل لسن انا بديه بنزل الرقم الواتساب جروب عشان لو حد عايز يتواصل معايا، وبنزل الاكونت اللينك بتاع الفيس بنزل عليه كل يعني الكتب اللي انا بشتغل منها، كتاب المعاصر وكتاب السباهات والكلام ده منزلاهم عندي على الفيس. اللي عايز يخش ويشوف الكتب اللي بنشرح منها مفيش اي مشكله. احنا طبعا بالنسبه للديسكفر بستخدم كتاب المعاصر، بالنسبه للكتب اللي احنا بنستخدمها كونكت بلس انا استخدمت السنه دي بالنسبه للجريد 3 استخدمنا الباهر واستخدمنا السباهات في الكونكت. اوكي باقي باقي طبعا الستيجز اللي هو الموضوع احنا بنستخدم كتاب طبعا السباهات. اوكي انتوا بالنسبه لكم جريد 3 هنستخدم الباهر كونكت بلس والسباهات كونكت. اوكي الكتب هتبقى عندكم على اللينك بتاع الفيس، اللي عايز يدخل يدخل وينزل الكتب وتتابعوا معايا كل جديد ان شاء الله. اوكي تعالوا بقى مع بعض هنا نفتكر احنا خدنا ايه لاست كلاس مع بعض كده. فاكرين احنا يا جريد 3 خدنا ايه لاست كلاس، خدنا ايه يعني نفتكر بقى مع بعض كده، نحاول كده نعمل ريفايز كده على الحاجات اللي احنا خدناها. خدنا ايه لاست كلاس؟ هنا عندنا كلمة أوريجين، أوريجين اللي هو إيه؟ اللي هو النوع أو الـ يعني إيه النوع أو يعني حاجة زي إيه هو النوع يعني النوع يعني مثلا أنت إيه اللي هي إيه الأصل يعني أنت مثلا دلوقتي في صفات وراثية إحنا بناخدها هي دي بقى الأوريجين اللي هي الأصل الصفة اللي إحنا إيه بناخدها من إيه؟ من أور بيرنتس من إيه؟ من عائلتنا. أوكي؟ هنا ايه بيقول لك ايه باترنز اوف تشينجز اللي هي ايه تغير الانماط. تعالوا بقى مع بعض هنعمل كده ريفايز كده على الشكل الجزء اللي احنا خدناه المره اللي فاتت عشان نشوف احنا كنا طبعا اتكلمنا طبعا لو تفتكروا معايا اتكلمنا كلمه اوريجن وقلنا الديفينيشن بتاعها ايه، وقلت لكم ان الديفينيشن ده لازم يتحفظ از يوز تو ديسكرايب سوفت اوف كوز اوف سمثينج السبب او نوع الشيء الموجود قدامنا. تايم لاين اللي هي الستيجز بتاعت الهيومن يعني هو صغير بيبقى ايه وهو عنده 2 ييرز بيبقى ايه 3 ييرز ايه الكلام ده كله اتكلمنا طبعا الكلام ده لاست كلاس اتكلمنا عنه طبعا عمل اتكلمنا طبعا عن ايه ليلى وقلنا كل الستيج بتاعها كان في كل مرحله كان في ايه. طبعا اتكلمنا عن الديفرنسز والسيميلار والديفرنسز بين تو بيرسونز وقلنا في كل مرحله كان في ايه، اتكلمنا عن الحاجات السيميلار كتبناها والحاجات الديفرنس كتبناها قدامنا اهي. تعالوا بقى يا جريد 1 جريد 3 جريد 3 نشوف الليسون بتاعنا ليسون 2 النهارده. احنا خدنا المره اللي فاتت ليسون 1، النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض ليسون 2 انهيرتد تريدز. كلمه انهيرتد تريدز دي يا جريد 3 يعني ايه؟ الصفات الموروثه. في عندنا حاجتين انا نفسي اعرفهم لكم تعرفوا ايه هي ايه هم الانهيرتد كلمه انهيرتد traits inherited traits اللي هي الصفات الوراثيه دي اللي بناخدها منين؟ من our parents. دي اللي هي بناخدها من our parents. our parents اللي هم عيلتنا. يعني ايه our parents؟ يعني بناخدها ايه من الاسره بتاعتنا. زي ايه؟ زي eye color. the eye color اللي هو لون العينين. the eye color ماشي. eye color عندنا ايه تاني؟ هير كلر اللي هو ايه لون الشعر. هير كلر لون الشعر بناخد طبعا لون الشعر من اول بيرنت اب ناخدهم. كلر سكين سكين كلر اللي هو لون سكين كلر اللي هو لون الجلد سكين كلر. اوكي دي حاجات بناخدها من البيرنتس ولا لا؟ بناخدها من اول بيرنت. في حاجات اللي هي نون اللي بنقول عليها نون انهيرتد تريتس نون انهيرتد non-inherited traits non-inherited traits اللي هي ايه صفات غير موروثه اللي بنقول عليها الصفات الغير موروثه. ايه هي الصفات الغير موروثه يا جريد 3؟ زي مثلا ايه؟ في مثلا حد مثلا عنده مثلا ايه
تالنتس. تالنتس يعني ايه؟ يبقى عنده تالنتس، موهبه. تالنتس اللي هي بتكسبها من طريق التالنتس، الموهبه. تالنتس المواهب، زي مثلا عندي ايه؟ عندي مثلا بلاينج ميوزك، مثلا فور اكزامبل بلاينج ميوزك. عندنا مثلا هنا بلاينج ميوزك، بلاينج ميوزك ان انت تلعب موسيقى، دي طبعا دي تالنت، موهبه. مثلا دروينج، ريدنج، كل الحاجات دي عباره عن ايه؟ تالنتس احنا بنتعلمها طبعا من خلال الايه؟ من خلال الايه؟ يعني بتبقى موهبه عندنا، يعني ممكن احنا نتعلمها، احنا ما بنكتسبهاش من حد، يعني دي مش بتاخدها من اي، ما بتاخدهاش من اور بيرنتس، اوكي؟ دي حاجات احنا بنتعلمها، لكن اللي باخدها من اور بيرنتس ايه؟ اللي هي القرار، القرار سكيل غلط، دي اللي باخدها من ايه؟ من اور بيرنتس. تعالوا بصوا بقى معايا هنا، يا جريد 3 في ليسون 2 قدام في النهايه، بيقول لي ايه؟ inherited traits. inherited traits اللي هي inherited traits، inherited traits اللي هي الصفات الموجودة. تعالوا بصوا معايا، a litter of kids. a litter of kids اللي هي ايه؟ اللي هي القطط الصغيرة. هنا بيقول لك ايه؟ they read the dialogue then classify traits in the table below. هنا مديني تيبل تحت، انا هقسمهم، هقسم التيبل ده للايه؟ هقسم التيبل ده لايه؟ لحاجات هيرتد وان هيرتد. تعالوا اسمع بعض الكلام ده. teacher have you ever asked yourself how babies look like their parents؟ عمرك انت سالت قلت ازاي ان البيبي فيهم شبه من العائلات بتاعتك؟ حتى احنا لما نيجي مثلا حد بيبي بيتولد نقول ده مثلا this baby is like, is look like his mother or his father، يعني دايما نقول كده، او his grandmother and then father كده، يعني بياخد الصفات inherited traits دي من ايه؟ من their parents. بص بقى مع بعض كده، when new living things are born، لما بتتولد الكائنات الجديده they are called offspring. كلمه offspring برضه يا جريد ده، وان دي من برضه الكلمات الجديده عليكم لازم تعرفوها برضه. ما offspring؟ كلمه offspring اللي هي السلاله او الذريه، احنا بنقول عليها بالعربي السلالة أو الذرية، اسمها أوف سبرينج، كلمة أوف سبرينج. إيه؟ كلمات جديدة عليكم المفروض تعرفوها. هنا كلمة أوف سبرينج، أوف سبرينج دي أنا هكتبها لكم برضو إن عربك عشان تبقى عارفة، اللي إحنا بنقول عليها السلالة أو ذرية. إيه؟ سلالة أو ذرية. سلالة أو ذرية. سلالة أو ذرية. اللي هي ايه؟ يعني حاجه اللي هي ايه؟ اللي هي يعني هنعرفها كمان برضه بالانجلش، برضه هقولهم لكم بالانجلش، اللي هي السلاله او الذريه. هنعرفها يعني برضه بالانجلش، برضه اقولها لكم برضه بالانجلش، اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجه مثلا، يعني انت مثلا دلوقتي، يعني احنا مثلا عندنا مثلا هيومن، فور اكزامبل عندي هيومن. الهيومن هيجيب ايه؟ سمول هيومن مثلا، يعني فور اكزامبل هيجيب سمول هيومن او يانج هيومن. الهيومن البيج هيومن هيجيب ايه؟ او هيجيب ايه؟ يانج هيومن. يانج هيومن او يانج هيومن يعني ايه؟ يعني يعني ايه؟ يعني شخص ايه؟ اصغر. يانج هيومن. طيب، او مثلا مثلا فور اكزامبل، يعني مثلا انت دلوقتي الكات، كات بتجيب ايه؟ او الكات بتجيب ايه؟ الكات عمرها ما هتجيب دوج، الكات هتجيب ايه؟ كيدز. كيدز اللي هي قطط. كيدز هتجيب قطط. يبقى مثلا ايه اللي هي الكيدز دي؟ اللي هي ايه؟ سمول كات. سمول كات اللي هي قطط. سمول كات اللي هي القطط الصغيره. اوكي، او في عندنا برضو حاجه تانية، الشيب بيجيب حاجه اسمها لام، اللي هو ايه؟ الخروف الصغير. الشيب بيجيب حاجه اسمها لام، اظن احنا خدناها كلمه لام دي لو تفتكر، احنا خدناها او ثينك ان جريد 1 او جريد 2 مش فاكره يعني، بس حطوها معايا. لام، شيب بيجيب لام. يبقى هنا ايه اللي هي اوف سبرينج دي؟ اللي هي السلاله او الذريه، يعني كل حاجه بتجيب حاجه، يعني عندنا الهيومن بتجيب هيومن، الكات بتجيب كيدز، الشيب بتجيب لام. اوكي، تعالوا بقى بصوا معايا هنا في الاكسرسايز اللي قدامنا ده عشان نشوف اللي احنا بنعمله. تعالوا بقى بصوا بيقول ايه؟ When new living things are born، لما بتتولد الكائنات الحيه they are part of a chain. Each living organism has traits. كل واحده من الكائنات الحيه دي بيبقى عندها صفات، هاد تريت.
which for its characteristics اللي بتكون صفاتها that make each organism look and behave اللي بتخليها يعني ايه اللي بتخليها تظهر بتخليها ايه تتصرف each organism the way it does do we get all traits from parents هل احنا كلنا بناخد الصفات دي من عائلاتنا نبص كده no I don't think so انا بقول ان هو مش لا مش كل حاجه بناخدها ده بس some traits or characteristics بعض الصفات والصفات دي والمميزات دي يعني are passed from parents to their babies or offspring يعني بتنتقل من العائلات للايه؟ offspring اللي هي مين؟ السلاله and we call these traits inherited traits بنقول على الصفات اللي بتنتقل دي اسمها inherited traits while some traits are not passed from parents بعض الصفات دي ما بتتنقلش للبيرنت but babies learn and develop ولكن البيبيز دي بتتعلمها وبتتطور بيها يعني مثلا انت مثلا انت عندك تالنت ان ايه مثلا ان دروينج موهبه الرسم انت بتتعلم عشان تتعلم تبقى رسم ترسم او مثلا في حد مثلا ايه مثلا ايه لايك سويمنج بيحب السباحه فاحنا بنعلمه عشان ايه يطلع مثلا سباح او كلام من ده اوكي فهي في حاجات احنا ايه بنتعلمها جين فروم ايه ليرنينج بناخدها بالتعلم But babies learn and develop some of them as they grow and live in their surroundings throughout their life. بيتعلموها لما بيكبروا ومن اللي حواليهم or throughout their life أو من خلال الحياة. And we call these traits not inherited traits. احنا بنقول على الصفات دي ان هي مش بتتنقل وراثيا. The inherited traits are like inherited traits are like a eye color, skin color, fewer color. Fewer color ده هتلاقيه في الانيمالز. احنا عندنا ايه؟ اي color, skin color, fewer color. تعالى بقى نشوف هنا الانهورتد تريتس اللي قدامي دي. هنا عندي كلمه انهورتد تريتس and not انهورتد تريتس. الانهورتد تريتس هنا بقى اللي عندي ايه؟ زي انا هبص كده معاكم كده نحاول نفهم مع بعض. انا هكتب كام حاجه كده وانتم تحاولوا برضه تساعدوني في الكتابه ان احنا لما ايه؟ عندي اول حاجه اللي هي الفرق دي انهرتد ولا نوت انهرتد؟ طبعا انهرتد ليه؟ انا هكتب لكم كده صفتين وانتوا حاولوا انتوا تكملوا الباقي احنا هنكمله اول وانتوا تكملوا في الايه؟ تعملوا هوم ورك اذا هوم ورك ان انتوا ايه؟ تجربوا لوحدكم تكتبوا الكلام ده. ايه؟ هنا هيرتد. طيب هنا النوت انهرتد تريت يعني حاجه كده ما بتتنقلش عن الوقت زي مثلا ايه؟ زي هنا عندي الريدنج. ايه؟ زي الريدنج. صفات الايه؟ انها قراءه قراءه النوت انهرتد. ايه هنا ايه ريدنج؟ ريدي ممكن ريدي ماوث تري عندنا هنا كلمة ماوث تري اللي هو ايه لون شكل الايه الفم شكل الفم ماوث تري او شكل الفم هنا عندي رايتنج كتاب رايتنج ايوه رايتنج كتاب هنا نوت شيب برضه هنا عندي كلمه النوت شيب نوت شيب نوت شيب طبعا شكل الانف دي او شكل الانف دي شكل الفم شكل الانف طبعا بتتنقل من الانفيرتد تريد يعني حسب انت ان يور بيرنتس هم شكلهم ايه بتطلع زيهم هنا رايدنج بايك رايدنج طبعا رايدين رايدين ابقى استخدمهم يبقى انا عايزاكم بس تعرفوا لي ان الانهيرتد تريت والانهيرتد تريت دي ايه الانهيرتد تريت دي بتتقال باي ايه بيرنتس هنكتبها ايه باي بيرنتس دي بتتقال باي بيرنتس يعني ايه عن طريق الاسره لكن دي باي ايه باي ليرنينج ليرنينج تعلم باي ليرنينج هنا هنعملها هنا باي ايه ليرنينج اوكي هنا باي ايه learning learning ماشي يبقى هنا ايه by learning يبقى هنا عندي ايه learning by learning هنا by learning وهنا ايه في البيرنت وهنا ايه by ايه learning اوكي انا كده عرفت ايه عرفت الصفات عرفت كل حاجه عرفناها ايه عرفناها هنا
خلاص احنا عرفنا الماده كويس والايجابيات كويس. ايه ادي ايه الجزء اللي احنا عرفناه. طبعا انتوا كلكم شايفين ان هو بس انا حاسه ان هو الترم ده بيختبر اسهل كتير من الترم اللي فات لو تلاحظوا يعني. بس عايز ايه مذاكره شويه يعني، انتوا برضه انتوا بتحلوا لازم تذاكروا تذاكروا شويه وتحلوا عشان تعرفوا تحلوا. هو سهل بس عايز ايه مذاكره الجزء بتاع الترم دوت يعني ان شاء الله. هنا بيقول عندنا هنا كده، عندنا هنا ايه بقى؟ اوف سبرينج يعني السلاله. بيرنت اللي هي العائله. طبعا هنا اوف سبرينج دي سلاله، ممكن السلاله دي تكون من الهيومن او تكون من الايه؟ من الانيمال. يعني مثلا عندي هنا دكتور بيرنت، دكتور بيرنت دول هل هيكلفوا تشيكن؟ هيكلفوا دوز ولا هيكلفوا دول؟ لا انا عندي ايه؟ هنا دي مثلا ايه؟ هعملها لكم كده بالقلم بس انتوا بعد كده انتوا ايه؟ انت حاول تحلوا البيت. ايه؟ تمام. اللي تشيك الهند هتكلف ايه؟ تشيكن. الضف تحت دي هتكلف ايه؟ هتكلف اوكي. يبقى انا عرفت دلوقتي معاكم عرفنا ايه يعني ايه بيرنت يعني ايه اوف سبرينج. اوكي تعالوا بقى مع بعض كده نكمل مع بعض اللي احنا بنعمله. هنا عندي برضه الكيت، الكيت هتخلف ايه بقى؟ هنا عندي لا هنا عندنا ايه؟ عندنا الكيت، الكيت هنا هتخلف ايه؟ هتخلف سمول كيت. فين سمول كيت؟ اهي كيدنز، كيدنز اللي هو اسمه كات. دوز اللي هي هتخلف ايه؟ دوز سمول دوز. اوكي اللي هي الحمام. تعالوا بقى بصوا هنا هنا برضه عندنا هنا البيرنت، عندي هنا البيرنت الاوفسبرينج. هنا عندي دي جرين جرين فروج، هنا يلو فروج، هنا براون فروج، وهنا جرين. هنشوف بقى هنا كل واحده من دول هنلاقي الاوفسبرينج بتاعها. يعني عندي جرين وان دي هتبقى مع الاوفسبرينج انهي دي. طيب اليلو دي هتبقى مع ويتش وان؟ هتبقى مع دي. البراون مع دي. الاخيره بقى دي هتبقى مع مين؟ هتبقى مع الاوفسبرينج. دي اسمها ايه؟ الاوفسبرينج. تعالوا بقى بص اللي بعد كده عندي هنا بقى بيقول لك ايه؟ ماتش تشايلد تو ذا رايت بيرنت. يعني هنا طبعا هو جايب لك البيرنت بس طبعا هو جايبهم لك ايه؟ يعني كل مثلا ايه اللي هم عايشين ان ايه مثلا ان ساوث ايجيبت غير اللي عايشين في التشاينيز غير اللي عايشين في يوروب كده. فكل واحده من دول هتعبر عن كل بيرنت من دول هتعبر عن التشيلدرن بتاعتك. يعني انا عندي مثلا تو بيرنتس دول هيخلفوا ان ايه؟ يعني هيجيبوا دي هيجيبوا مثلا از ذيس تشايلد از ذيس تشايلد از ذيس تشايلد از ذيس تشايلد. طبعا انا كده يعني يعني من خلال الفيو بتاعتي اقول ايه؟ اقول كده ان هما التو بيرنتس دول هيكلفوا مين؟ ذيس تو بيرنتس هيكلفوا ذيس ايه؟ ذيس وان ذيس وان ذيس تشايلد. اوكي؟ طب التو بيرنتس دول هيجيبوا مين بقى؟ هما دول شكلهم كده ان فروم ايه؟ فروم سودان او ساوث ايجيبت هيكلفوا مين؟ ذيس وان. التو بيرنتس دول هيجيبوا مين بقى؟ هيجيبوا ذيس وان. في هنا التشاينيز دول، التشاينيز دول هيجيبوا مين؟ ذيس وان. اوكي؟ خلاص احنا كده عرفنا الايه؟ عرفنا التالنت بتاعتنا وعرفنا الايه؟ الكلام ده. طب تعالى بص هنا الاكتيفيتي ده بيقول ايه؟ لوك ات ذا بيكتشر بيلو رايت فاذر اور ماذر تو كومبليت ذا سنتنس. هنا طبعا هو مدينا فاذر وماذر مدينا التشايلد ده بيقول مثلا ذا تشايلد هاز ذا سيم سكين لايك از ايه؟ هو عنده سيم سكين لايك از ايه؟ هيز فاذر. يبقى هنكتب هنا ايه؟ فاذر. يعني مثلا في الضغط اللي هتكتب كده نكتب هنا انا هكتب لكم كده جملتين وانتوا تكتبوا ايه؟ فاضل هنا فاضل لايك تو فاضل. انت بقى حاول انت تكتبوها لوحدك، انا كتبتها لكم تكتبوها لوحدك. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. هنا عندنا بيقول لك هيز ايز لايك ايه؟ ماذر. ايز هتبقى زي ايه؟ ماذر. يبقى نكتب هنا ماذر. ايه نكتب هنا ماذر like same like imam. نوز هتبقى same like نوز هتبقى same like ايه؟ انا مش عارف هنا نوز هتبقى like مين بقى؟ النوز هنا هتبقى like مين؟ النوز هنا هتبقى like مين؟ ادي هنا النوز. لا ماذر بقى النوز هتبقى like مين؟ اهي بص هنا معايا النوز اهي هتبقى like ايه؟ هز ايه؟ ايه 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 his mother mom his mother like his mother. The child has the same hair like same hair like in I think it's not father like a father. Okay هتحلوا بقى طبعا انتوا الاكسرسايز ده تحاولوا تحلوه كده وفكروا فيه برضه انتوا بعض يعني فكروا برضه فيه وتحلوا وتوروني برضه على الايه على الكومنتس كده اشوفكم بتحلوا ازاي. يبقى احنا كده عرفنا ان هو ايه كل حاجه
عرفت بقى كل حاجه. يعني هنا دلوقتي بيقول لك ايه، سام سكين، سام سكين لايك مين فاذر. هو طبعا هو كل واحد فيهم دي سكين كلر، دي اي كلر، دي شيب اوف نون، دي سام هير، اوكي كل الكلام ده. انا بقى هنا بص الكلام ده، بيرنتس اند اوف سكين، الاسره والايه والسلاله بتاعتها. Read the following dialogue and then answer the question. هاني، هاي رامي، what are you doing؟ انت بتعمل ايه؟ هاني ده بيتكلم رامي بيقول له what are you doing؟ انت بتعمل ايه؟ هاي هاني، I'm reading a book. انا بقرا كتاب about animals and plants and how they survive. بقرا كتاب عن الحيوانات والنباتات ازاي بتعيش. How do animals survive؟ ازاي الحيوانات، ازاي الحيوانات بتعيش؟ Parents pass on traits، الصفات الوراثيه دي بتتنقل من العيله، ودي اوف سبرينج للسلاله، تو هيلب ذيم سرفايف. الصفات الوراثيه دي بتتنقل من العيله للسلاله عشان تقدر ان هي تحافظ على بقى. Could you give me some examples of traits in the animals and plants and how they help them survive؟ تقدر تجيب لي كده امثله عن الحيوانات اللي هي تقدر، امثله من خلال النباتات والحيوانات اللي هي تقدر تنقل لها صفات عشان تقدر تبقى. Yes I could. Zebras have strips. Strips هي الزبرة قدامنا هي. دي strips يعني ايه اللي هو تبني. On their bodies. These strips are inherited or inherited traits. يعني صفات وراثية. يعني هنا تلاقوا الستريبس بتاعت الزبرة على البيج زبرة اند سمول زبرة. هم كلهم في عندهم strips. The strips confuse same ducks يعني فيها نفس الصفات يعني eyesight and avoid healthy and avoid being bitten and getting sick. الحاجات اللي هم فيها الستريبس دي بتساعدهم ان هم يبقى عندهم زي ايه، ان هم يبقى عندهم يعني قوه ان عيونهم تبقى قويه، وان هم يتجنبوا ان هم ايه يعني ايه يتجنبوا ان هم ايه يعيوا يعني، او ان هو يصاب. So strips help zebras to survive. Strips دي بتساعدهم على البقاء. Cactus ده اللي هو الصبار has thorns to help cactus not to be eaten by them. الكاكتوس دي الصبار ده بيبقى فيه بعض الأشواك عشان تساعد الحيوانات ان هي عشان ما تساعدش الحيوانات ان هي تاكل. The traits help. The traits that help animals and plants to survive are passed to offspring from mother's owner. الإجابة طبعا هنا تبقى إيه؟ الإجابة هنا طبعا هتبقى wrong. يعني هنا ليه بقى؟ لأن هو هي مش إيه، مش من mother's owner، هي من إيه parents، هنا تبقى wrong. But the scraps of zebras help them to eat. ال scraps of zebras دي help them to eat. لا هي قالت إيه؟ إن هي بتساعدهم على النوم. لا مش بتساعدهم إن هم ياكلوا. يعني بتقول إيه؟ confuse same bugs outside and being bitten and getting the sick and getting sick. يعني بتحافظ عليهم ان هم ايه، بتساعدهم على ان هم يبقوا مش ان هم ياكلوا. هنا الاجابه هنا رقم. Cactus plants have thorns to protect them from animals. ان هي ان هم بيبقى عندهم thorns دي عشان تحميهم من الانمي. not to eat from to not to eat and الاجابه هنا تبقى ايه؟ هنا برضو عندنا في الليسون ده help me survive، ساعدني عشان اعيش. هنا بيقول ايه؟ هنا animals with traits، الصفات بتاعتي. That shape protects it against animals. الشيل اللي هي اللي هي دي، اوكي؟ الشيل اللي هي دي اللي هي يعني الظهر ده اللي بيبقى على الكتف. helps it protects it against animals، بتحافظ عليها من الايه؟ من الحاجات. That the tall tree helps it to reach the leaves of tall trees of for feed. طبعا تحطها على فكره دي في قناه، في قناه بلس خدناها اللي هي الجراف اللي عندها التول نت عشان ايه to help it to help it to eat to eat a leaf. The stick protects it against animals اللي هي ايه في زي ايه زي فرو كده بيساعده ان هو يحميه من الانمي. The long ears help it to hear and avoid any danger. الودان الطويلة دي بتساعده ان هو يتجنب الخطر وان هو يسمع كويس.
تعالوا نشوف بقى الكلام ده عند مين. هنا بيقول ايه؟ هنا عندي دي جيراف، الجيراف بقى كده وانا مغمض اقول ايه؟ انا هقول لكم الحسابات السهله الاول عشان ايه نعرف نجيب. طبعا احنا هناخد الجيراف دي جيراف هنقول ايه؟ ان هي تونت هيلث ايه تو ريتش ايه اند، ادي اول واحده احنا عرفناها. طيب هنا الرابط، الرابط بقى طبعا هو عنده ايه؟ لونج اير، يعني بنقول دي لونج اير هيلب تو ايه؟ تو هير تو هيلب هيلب تو هير اند افويد اي دينجر. صح. التورتل، التورتل هنا التورتل دي ايه؟ ذا تشيل، التشيل اللي فوق دي اللي هي زي الجزء اللي فوق ده، الفوق ده هيلبس ايه؟ تو بروتكت اجينست ايه؟ انيمالز. طيب هيد هيد هوب، هيد هوب ذا ستين بروتكت اللي هي يعني في الحاجات الموجوده الستانت اللي هي الجزء اللي هو معاه ده بروتكت اجينست ايه؟ انيمالز. هو زي شوك كده بيمنع ان هو الانيمالز ايه يعني يأذيه. يبقى هنا هاد دوج ايه؟ هيد دوج هيد هوب اللي هي اجينست انيمالز، وعندنا الشيل دي بروتكت اجينست ايه؟ اجينست انيمالز، بتحمي من ايه؟ من الحيوانات اللي هي ايه؟ الشيل دي بروتكت اجينست ايه؟ انيمالز. ايه؟ تعالوا بقى نحل السؤال اللي بعده هنا. طبعا هنا ايه؟ هنا طبعا مدينا ده اكسرسايز كده ومدينا ايه؟ اتفضل. هنا بيقول لك مثلا ايه؟ هاو تريد امبورتنت تريد اوف تريد تريد امبورتنت تريد اللي هي التايجر. طبعا كل حيوان كل انيمالز من الانيمالز دي ليها حاجه موجوده عندنا هنا. على فكره هي موجوده هنا عندنا في تحت، وفي بيكتشرز موجوده عندك في الكتاب لو انتم ممكن تقدروا تحطوها وتكتبوا الكلام ده. هنا في عندنا هنا في بعد اللسون ما بينتهي في هنا بيقول لك كل حاجه الانيمالز دي فيها ايه. زي مثلا هنا عندنا مثلا في التايجر في ايه الحاجات الموجوده فيه، هنشوفها كده مع بعض. بس هقولها لكم طبعا المره الجايه، بس انتوا اقروها عشان تعرفوا تجاوبوا معايا المره الجايه فيها. ايه اللي هي ايه؟ اللي هو عندنا يعني مثلا هنا عندنا الايه الهاوت، الهاوت ده اللي هو احنا في هنا كان ايه هاوت لا ده هنا تحت هي الانيمالز دي موجوده هنا تحت عندنا هنشوفها. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك هاو طبعا الطائر ده هنشوف الصفه بتاعته ايه؟ الامبورتنت تريت. طبعا احنا طبعا هنطلعهم المره الجايه ايه؟ انت تحاول تشوفهم في الـ في اللي هم موجودين عندنا في الـ في ذا اند اوف ذا بوك في الصور الموجوده. طبعا انت تطلع الصور الموجوده دي وتحط وتشوف التريت بتاعت الانيمال دي ايه؟ والامبورتنت اوف دي. ان شاء الله نكست كلاس انا هحاول ان انا اشوف لكم الانيمالز دي والامبورتنت تريت بتاعتها ونجاوب عليها last next class. Today I will end this lesson. Thanks a lot. Until you meet again. Good.